السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالنور وسرور على قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله في حلقة جديدة وفي يوم جديد، ومسي على مروة. مروة مسي النور وسرور عليك. يسعد مساك عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم حلقتنا متنوعة وفيها مواضيع وايدة، ان شاء الله تستمتعون ويانا. اكيد بنتم لين الساعة 8 وشوي، 8:30 اليوم باذن الله تعالى. ان شاء الله. شو الحال مروة، كيف امورك؟ الحمد لله. ايش حالك انت عبد العزيز؟ والله الحمد لله في فضل. شو عندنا مواضيع اليوم؟ طبعا الاسبوع هذا راح يكون اول اسبوع اللي راح يكون من 20 حتى 27 ابريل ان شاء الله تعالى، راح يكون اسبوع الصم، او دوله الامارات العربيه المتحده راح تحتفل باسبوع الصم، وكيف ممكن يوظفونهم او انهم يوظفون اصحاب الهمم من فئه. نعم. الصم يا مروه. اكيد، وهو في دورته ال 44 خبرنا. نعم. معلومات اكثر عبد العزيز تفضل. دوما يا مروه، من اصحاب الهمم او اللي فئه الصم، نحن لابد ان كانت عندنا مشكله في المجتمع حتى نظرتنا لهم. نعم. فاليوم الاسبوع هذا يكون توعوي ان كيف نحن ممكن نرشدهم، او كيف نحن ممكن نعلمهم، نخليهم انهم يشاركون المجتمع، كيف ممكن نحن نوظفهم وما ينقصهم شيء. اذا انت تعرفين شيء بلغه الاشاره ولا ما تعرفين؟ انا اخذت، انا اعرف هذه انها حلوه. اوكي، وشو بعد؟ كيف انها حلوه يعني حلوه. اوكي، حلوة. يعني انا انت شي حلوه صح؟ وانت حلو. زين كملي. اعرف بس هذه اللي اعرفها. وشو بعد في يسوون شي؟ ما اعرف في شيء شي او شي ما اعرف، نسيتها. لا. في تقريبا اعتقد الاحرف، حتى الاحرف موجوده بلغه الاشاره، حلوه نحن نتعلمها. أكيد. لان هم قراب اصلا وما في شيء يعيقهم الحين، خلاص كل شيء موجود وكل شيء متوفر، ما في شيء يعيقهم. صحيح. ايضا صار في اكيد فتحوا امامهم، اكيد يقدرون يشتغلون، يقدرون يكون اشخاص منتجين، فهذا شيء وايد حلو. أيضاً الاسبوع هذا طبعا اللي راح تنظمه وزاره تنميه المجتمع، وطبعا هي كانت استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات. نعم. العاملة مع الصم ودعم لمبادرة تشغيل الصم في مختلف القطاعات إن شاء الله. نعم. تعالى. ويهدف الاحتفال بأسبوع الأصم إلى تسليط الضوء على أهم قضايا الصم وضعاف السمع وزيادة الوعي المجتمعي فيها، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات أيضا بهذه المناسبة للتعريف بقدرات ومهارات الصم ودورهم في المجتمع وحقهم الكبير في العمل ودور المجتمع في دعم هذا الشيء. جميل ورائع جدا، وهذا اللي وقال سعادة ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد للشؤون الرعاية الاجتماعية، أن فعاليات أسبوع الصم تواكب هذا العام شعار توظيف الصم مسؤولية مجتمع. نعم. فدوما هاي مسؤوليتنا نحن كمجتمع كذلك، ليست يعني مش شيء بس مسؤولية الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وغيرها، لا هي مسؤولية مجتمع، نحن كيف نتقبل، نحن كيف ممكن نحن نساعدهم ونوظفهم ونخليهم يشاركون ويانا يا مروة. صحيح. وأيضا أشار إلى أن المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم فتحت أفاق جديدة أمام الأشخاص الصم أكيد لتسجيل سيرهم الذاتية وخبراتهم ومهاراتهم من أجل عرضها على أصحاب العمل وترشيح الأشخاص المناسبين إلى الشواغر والفرص الوظيفية المتوفرة في مختلف القطاعات الحكومية والاتحادية والمحلية والخاصة. الحلو من وزارة تنمية المجتمع انهم خلوهم يشاركون في معرض التوظيف مع الناس العاديين. صحيح. انت لما يعني هم ما ينقصهم شيء، وحلو لما هم يروحون يشاركون مع الناس العاديين، يعني الصم ما يحس انه ناقص شيء. لا. صحيح. هذا هني تحسين انه في تفوق او في شيء مختلف، في شيء جديد موجود يا مروة. اني انا لما اروح اشارك انا مش من اصحاب الهمم، يعني هم صح ان عليهم نحن نوجه لهم التحيه والتقدير اصحاب الهمم، بس فئه الصم لما يروح يشارك ما ناقصنا شيء. نعم. ما يعني ما يعيب ولا ناقصنا شيء في مجال العمل اللي انا اقصده. صحيح. انه يقدر يبدع، انه يقدر يقدم، انه يقدر يسوي وايد امور. وكل شخص فينا اكيد خلق عنده رساله في المجتمع، حتى ولو كان من ذوي الاحتياجات الخاصه او من ذوي او من الصم والبكم. ها، ذوي. أوكي. فكلنا أكيد عنا رسالة خاصة المفروض أن نوصلها لبقية المجتمع، فبهذه الحالة أكيد هذين الأشخاص أيضا هم منتجين. صح. وأيضا عندهم رسالة علشان يوصلوها لباقي المجتمع. صح. إن شاء الله يتوظفون ويشاركون. شو عندنا اليوم مواضيع؟ يلا نفوت لمواضيع حلقتنا. طبعا اليوم راح يكون عندنا محاضرة أهم الإجراءات القانونية المتبعة لحماية
قطع التراث الثقافي. أيضا فريق الفجيرة لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بكوستاريكا. وتنظيم مجلس أم القوين للشباب ورشة رحلة الحياة عنوانها أنت. مخيم الربيع التاسع لعلوم الفضاء والفلك. الأسبوع الخليجي لسلامة الأغذية. وافتتاح طريق الشارقة خور فكان، أكيد بنتعرف أكثر على هذا الموضوع. طبعا هذا اللي عدنا في اليوم، حلقتنا مثل كل يوم متنوعة. نعم. وفيها وايد أمور حلوة. زين وين نروح مروة؟ فقبل لا نروح نروح لفونه. دوماً كل ما نبدا اي حلقه لازم نبداها بالمكالمه. عن شو مكالمتنا في بدايه الحلقه؟ عن محاضره اهم الاجراءات القانونيه المتبعه لحمايه قطع التراث الثقافي والجهه المنظمه دائره الثقافه والسياحه في ابو ظبي. وطبعا عشان نعرف تفاصيل اكثر معنا عبر الهاتف الاستاذه مريم الظاهري، مسؤول البرامج في متحف العين. يا اهلا وسهلا، مساك الله بالنور والسرور. الله يمسيك بالخير. استاذه لو تعطينا نبذه عن هذه المحاضره. اولا تاتي هاي المحاضره ضمن التعاون المتبادل بين الدائره ومختلف الجهات المختلفه. هذه المحاضره تاتي ضمن الاجنده الثقافيه لمدينه العين، طبعا ياك بالتعاون مع الاداره العامه للجمارك، وكانت تحت عنوان اهم الاجراءات القانونيه المتبعه لحمايه التراث الثقافي. هذه المحاضره طبعا نسعى من خلالها الى تعريف موظفي الجمارك بأهم القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي. جميل. أستاذة مريم، خبرينا عن الهدف الرئيسي من إقامة هذه المحاضرة. طبعا أهم هدف هو التعريف بالتراث الثقافي وأهمية المحافظة عليه، وصونا بالإضافة إلى أن نعرفهم بأهم التدابير اللازمة للتصدي للممارسات الغير مشروعة. صح. ونشر الوعي لحماية الممتلكات الثقافية حسب القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية. ودوما نحن اليوم هوية الإنسان لا يمكن نفصلها عن تراثه وعن تاريخه، فهي مربوطة في الإنسان وين ما كان، مربوطة بالتاريخ اللي موجود فيه ومربوطة بالتراث اللي هو التراث المحيط فيها. أستاذة مريم صحيح؟ أكيد صحيح. أعتقد أن مقولة الشيخ زايد الله يرحمه، أن من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل، ودليل حي على أن فعلا أن الماضي هو يشكل هوية الإنسان، لأن اليوم نحن كل معارفنا ومنافعنا تقوم على ذلك الماضي اللي كان عندنا. الأمم والحضارات كلها قائمة على ما تركته الأمم القديمة. صحيح. فواجب علينا اليوم أن نحافظ على هذا التراث، أن نمضي قدما بكل ثبات نحو المستقبل، لأن أساس المستقبل هو الماضي اللي تركه لنا. صحيح. لاحظنا مؤخرا أستاذة مريم أن جميع الدول تسعى لإحياء تراثها، خبرينا شو السبب أن كل البلدان ياسة يعني تحاول أن تبرز هذا الشيء وتحييه؟ أول شيء لأن مثل ما قلت قبل أن التراث الثقافي هو كنز الأمم، نحن نستمد منه كل شيء. القوة، قوة الإرث الثقافي يعتبر بداية للأجيال الحالية، ركيزة مهمة مثل ما قلنا أن يأخذون معارفهم منافعهم، هذا طريق نمشي فيه من الماضي إلى المستقبل. نعم. دون هالأساس ما رح نقدر نبني لقدام. مع ذلك اليوم مثل ما تفضلتوا أن كل الدول بما فيها نحن نسعى أن نفتح متاحفنا مواقعنا لاستقطاب الزوار من كل أنحاء العالم بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، ليتعرفون على حضاراتنا، ليتعرفون على تراثنا. صحيح. أكيد هذا الإرث الثقافي لازم نحافظ عليه من خلال تعريف أول شيء لأبنائنا، نشره بين الدول، نحافظ عليه من خلال المعارف اللي نستمدها اليوم ونحطها أسس لمستقبلنا. صحيح. بارك الله في جهودكم وشكرا لك للأستاذة مريم الظاهري مسؤول برامج في متحف العين. شكرا لك. شكرا لكم يا دكتورة. شكرا لك. طبعا يا مروة جميل التسامح، يعني في عام التسامح حلو ان احنا نسامح بعض. انت زعلانة من حد؟ ابدا اكيد لا، احب كل الناس وكل الناس تحبني. كل الناس تحب، كل الناس تحبك ما تدرين انت. احب كل الناس وكل الناس تحبني. مو ممكن، انا مو بلازم كل الناس تحبني. كل ما اعطيت خير بيك خير على فكره، كل ما اعطيت خير بيك خير. تموت فيك يعني فوق الحب يعني. صح. ما تحبوني كما اقول لك انا احبك واموت فيك. اشكرك والله. لا الناس انا اقول يعني مو انا ما يخصني. اشكرك والله. زين خلينا نتكلم عن مخيم التسامح لاصحاب الهمم والتوحد ومتلازمه داون اللي نظمها مجلس زايد لاصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية تحت شعار معا نبني المستقبل. منشوف هذا التقرير ويا بعض.
نظمت اليوم الجمعية التجارة الاجتماعية بالتعاون مع مركز المغامرات فعالية مخيم التسامح لأصحاب الهمم والتوحد ومتلازمة داون، وذلك في إطار اهتمامنا بدمج أصحاب الهمم في فعاليات ومبادرات وأنشطة جمعية الفجيرة، ولغرس واتخذنا من شعار التسامح طبعا شعارا لهذا المخيم، لأننا في عام التسامح، والتسامح طبعا هذه قيمة سامية وعالية طبعا، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة أن إحنا نكون في عام هذا في عام التسامح. قدمنا العديد من الفعاليات بمساعدة بمشاركة مركز المغامرات من الفعاليات الرياضية والأنشطة الرياضية، أيضا تم مشاركتنا من قبل المكتب المجلس الوطني للإعلام بزراعة شجرة الغاف أيضا لأصحاب الهمم. قدمنا ورش فنية وورش تلوين وورش كتابة عبارات عن التسامح، ومسابقات وألغاز وأمثال شعبية للموجودين أصحاب اللي هم أولياء الأمور وأصحاب الهمم. اليوم كان عندنا مخيم التسامح لأصحاب الهمم وطبعاً فئة التوحد، وطبعاً كان يضمن أكثر من مبادرة، مبادرة الألعاب وكذلك زراعة شجرة الغاف، وكذلك قمنا بورش تفعيلية رسم وكتابة جمل عن التسامح، ثم تناولنا كذلك مسابقات وتكريم الجهات التي شاركت وكانت ويانا مجلس الإعلامي في الفجيرة، وكذلك مركز الدار للتدريب، وكذلك فرق تطوعية لفريق زايد للتطوع. وكانت الفعاليات مثل ما تشاهدوها فيها تفاعل، أجواء جميلة والكل كان سعيد، ودائما أتمنى أن يكون في دولة الإمارات تسامح والاهتمام بفئة أصحاب الهمم، لأنهم عنصر أساسي في المجتمع لابد أن نحتويه ونحافظ عليه. المخيم اليوم يحمل معاني كبيرة عن دولة الإمارات، عن التسامح، الأسئلة اللي صارت، المسابقات، الفعاليات اللي قاموا بها الأخوان الأخوات، المبادرات اللي صارت اليوم جميلة جدا ورائعة، نتمنى أنها تكرر على مدار السنوات القادمة إن شاء الله وتكون أكبر. وهذا المحفل اليوم محفل جميل ورائع للكبير وللصغير، والكل أشاد به أنه يعني رائع درجة الأولى. طبعاً اليوم مشاركتي مع أصحاب الهمم من الفئة السمعية ياسين، نتعاون ونتشارك في الاحتفال بمخيم التسامح اللي مسوينه اليوم لأصحاب الهمم من فئة التوحد اللي هو متلازمة داون، طبعاً الفئات اللي وياي اللي هي فئة الصم اللي هي الفئة السمعية، حبينا أن نشارك أصحاب الهمم من فئة المتلازمة داون في يومهم العالمي، أو نقدر نقول باليوم المخصص لهم اليوم. طبعاً جميع الفئات تطلب منا احنا جميع اندماجهم معانا، سواء كانوا بالفعاليات، سواء كانوا بالمشاركات، سواء حتى كانوا باي شيء احنا ياسين نسويه. فكلمتي الاخيره اقول لها لكم شكرا لتواجدكم ولنقلكم كل الاحداث الموجوده هنا، وشكرا لكل من ساهم في رسمه ابتسامه على اطفال التوحد اليوم. حلو التسامح يا مروان، أكيد لازم نسامح بعض، لازم أكيد. ما تزعلين من حد، أنت دوما تزعلين من كل الناس، لازم على فكرة لا تصدقونه والله أني أكثر شخص ما يزعل من ولا شخص، ودوم أسامح الكل. تعرفين يقول لك لو رحلة الحياة عنوانها أنت، يعني حياتك اللي أنت عشتيه عنوانها أنت، في لقطة جميلة يقول أنت، لا مش أنت، أنت يعني عنوان حياتك اللي نحن عايشينها اسمه أنت، يعني عنوان هذا ولا شو؟ على فكرة الشخص يوم يسامح الناس الآخرين أكيد بيرتاح، هو الشخص اللي يحقد هو اللي بيأذي نفسه. أنا قاعد أقول لك الحين رحلة الحياة عنوانها أنت، أنت عن موضوع التسامح صح؟ أنا قاعد أقول لك الحياة اللي أنت عشتيها عنوانها أنت، يعني شو يدل هذا؟ يدل على الاهتمام اللي موجود عند الشخص صح؟ صحيح. شوف الكاميرا بعد، يعني مشاهدين الكرام حلو لما يكون التركيز أو الدعم الناس على حياتهم منهم هم عايشينها، و بعض الشباب أغلب الشباب يحتاج. على فكرة في ورشة اللي هي رحلة الحياة عنوانها أنت مثل ما خبرنا الحين عبد العزيز، نعم. وتنظمها مجلس أم القوين للشباب.
واللي كان في المركز الثقافي في أم القيوين، راح نعرف تفاصيلها أكثر. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ يوسف النعيمي، مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات. أهلا وسهلا. يا مرحبا أستاذ، حياك الله يا أخي. والأستاذ منى إسماعيل، عضو مجلس أم القيوين للشباب، أهلا فيك. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. نعم وسهلا. حلو عنوان الحياة، أنت عنوانها شو؟ الرحلة حي... الرحلة الرحلة رحلة الحياة عنوانها أنت. أنت حلو ها؟ يا الله، شو رأيك أنت؟ شو الاسم هذا كذا غريب وجميل؟ خلينا نبدأ معك أستاذ يوسف. بسم الله، مغزى الاسم هذا. الاسم طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نحن شاكرين لكم على هذه الاستضافة، تلفزيون الفجيرة. حياك الله. تشرفنا بهاي الورشة تعاونا مع مجلس أم القيوين للشباب. الورشة طال عمرك مغزاها من العنوان نفسه، رحلة الحياة عنوانها أنت. هي جزئين، رحلة حياة وأنت. فنحن حياتنا دائما رحلة. صحيح. والرحلة بداية تبدأ من يوم ميلادك، أول يوم، أول ما ننولد هني تبدأ الرحلة. لكن الرحلة الحقيقية متى تبدأ؟ يوم تكتشف سبب وجودك في هاي الحياة، يوم تعرف أنت ليش رب العالمين خلقك. صحيح. وشو السبب اللي الله وجهك له على أساس أنه تمشي في حياتك وتحقق أهدافك وغاياتك. صحيح. لذلك هي رحلة. ورحلة فيها شيء غريب، نحن رحلاتنا دائما يوم نسافر فيها ذهاب وعودة، هذه ذهاب فقط. صحيح. ما فيها عودة. أنت كذا حزنتنا، كنا عبانا كلام إيجابي. لكن الكلام الإيجابي، لكن هنا نبقى الكلام أيوة. الإيجابي نحن ضايجنا طال عمرك، ونبرتك كانت حزينة بعد. لازم نعطيك شوية كذا حزن عقب نمتك يعني. لو مشغلين موسيقى الجماعة كمان. طال عمرك يوم تطلع هاي الرحلة فيها محطات كثيرة، محطات تستانس فيها، تتنقل من مكان لمكان، تتعرف على أمور جديدة، على ثقافات جديدة، تزور أماكن جميلة، طبيعة، بحر، يبل، بلدان جديدة. فرحلتنا نفس الشيء، يعني أهدافك أنت لما تبغي تحققها بتمرون على وايد محطات في حياتكم. لذلك نحن نقول هي ذهاب بلا عودة، لكن ذهاب إلى هدفك اللي أنت تبغيه. لأنك إذا رديت بترد لنقطة الصفر، نحن ما نبغى نرد لنقطة الصفر. صحيح. نبغى نكمل للهدف اللي نحن حاطينه قدام. الحياة بنمر عليها وبنمر فيها بمراحل وايد ومحطات وايد. في محطات ممكن تكون شوي توقفنا. صحيح. مطبات هوائية، هبوط اضطراري، لكن في نفس الوقت في حبيت المصطلحات اللي استخدمتها على فكرة. شو رأيك؟ حلوة والله. بس حزين. نروح لا بالعكس، كلها إيجابية أكيد. أنا حزنتك يعني... وعقب فرحتها. نروح لمنى، ليش مجلس الشباب في أم القوين اختاروا هذه الورشة؟ لأن أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة. نورتينا. ولأن مثل ما ذكر أخوي يوسف أن الحياة رحلة عنوانها أنت، فحلو لو نبدأ كبداية ورشة يعني تكون أو فعالية تكون لمجلس الشباب يكون فيها شيء إيجابي أو فيها شيء أن يبث فيهم الطاقة الإيجابية. فقلنا حلو لو نبدأ بورشة إيجابية تكون بداية لباقي فعاليات. بس أستاذة منى، خلينا نتكلم صراحة، الشباب دوما ما يروحون هالمحاضرات هذه أو ما يميلون لها. كيف شفتي الإقبال؟ كيف شفتي الشباب بعد الدورة؟ يعني بعد ما خلصوا من هذه المحاضرة كيف شفتيهم؟ هل الأهداف اللي أنتوا بغيتوها وحطيتوها طلعوا منها شباب؟ استفادوا منها؟ هو اللي كان أذكر يعني في هاليوم كان يوم ممطر والجو كان وايد حلو يعني. بس ما يقول كلام حزين كان في البداية. لا، لأن الورشة كانت تفاعلية، فهم الشباب مطر والجو جميل وفهم قيوين يعني خلاص يعني ما يحضرون. بس لا، الشباب كان وايد متفاعلين في الورشة لأن مثل ما قلت كانت وايد تفاعلية. ونحن كفئة الشباب ما نحب أن نكون في محاضرة وياسي ونسمع وبس. صح. هذا نحب شيء تفاعلي يعني نتحرك. فالمحاضرة أو الورشة كانت فعلا تفاعلية يعني، ولما كنا نشوف الشباب يوم يطلعون من المحاضرة على طول مبتسمين يعني وايد أن متفاعلين. أستاذ علي، عندي سؤال. كمدرب معتمد للتنمية البشرية وتطوير الذات، يقال اليوم أن أغلبية الشباب ما عندهم أهداف وضايعين، كيف يقدرون يحددون أهدافهم فعلا؟ مثلي أنا مرة. لا، أنت ما شاء الله عليك محدد أهدافك. أهدافي كلها تسلل. تسلل، تفضل. شوف، تسلل طريقة شرعية، المهم توصل لهدفك. هدف غير شرعي توصل. كيف نحدد أهدافنا؟ يعني في أشخاص لين اليوم ما يعرفون شو هدفهم ورسالتهم في الحياة، كيف يتعرفون أكثر على هذا الشيء ويعرفون؟ لذلك شوفي، نحن
أول محور كان في الورشة كان عنوانه من أنت. سرب لنا الحين الاستوديو 7 على 7. مشكلة أنتوا بتخربون علينا الحين. لا سرب بسيط يعني. قوية ما يصير. طال عمرك أول محور كان من أنت. يوم لي نسأل الشخص من أنت؟ أنت منو؟ أو أنت منو؟ الأغلب ينصدم ويبدأ يراجع نفسه يقول صح أنا منو؟ أنا اليوم أنا أقول لهم أنتوا اليوم منو؟ لا تكتبوا لي أنتوا اليوم أنا فلان أو فلانة، اكتبوا أنتوا اليوم شو وضعكم بالضبط؟ أنتوا وين واصلين؟ هل حققتوا شيء؟ هل تعرف أنت أصلاً أن عندك أهداف ولا ما عندك؟ بعد ما يبدأ يفكر بهاي بهالسؤال ويكتب الأمور هذه تستوي خربطة شوي في الدماغ عنده في المخ، بالفعل يقول أنا منو وأنا وين، خاصة أن إحنا يوم نركز على الشباب يعني. فبعدها ننتقل لمرحلة ثانية. المرحلة الثانية شو شغفك في الحياة؟ طيب وين أجيب الشغف هذا؟ نحن دائما نقول رب العالمين خلقنا لسبب وهو إعمار الأرض هذه. صحيح. بس أنا سببي يختلف عن سببك أنت ويختلف عن سببك أنت ويختلف عن سبب هي ويختلف عن سبب كل الناس. فحتى يبنى بالونات في البداية البالونات ملونة، قلنا لهم انفخوها ونقعوها، كل بالونة إلها لون، معناته نحن كلنا من ثقافات مختلفة ألوان مختلفة بس في هدف رئيسي نعمر هاي الأرض، بس كل واحد في سبب، في السبب اللي الله خلقه عشانه. بعد ما ينتهي ويعرف شو شغفه ويعرف شو هو يحب في الحياة يبدأ ينتقل لتحديد الأهداف، شو الأمور المهمة اللي عنده. مثلا والله أنا مهتم بالجانب الرياضي أكثر شيء، نحن طبعا لازم نغطي كل الجوانب بس شو الجانب الأهم عندي أبدأ أغطيه. الأهداف طبعا تكون محددة قابلة للقياس واقعية محددة بهدف، ويعني كذلك تكون مثل ما قلنا قابلة للقياس، لأن لو ما كانت قابلة للقياس ما بتكون قابلة للإدارة، ما بقدر أديرها. صحيح. فأبني على السمارت جولز بعدها أنطلق. عفوا البعض يبقى يرتب خطته ويخليها مثالية. لو تميت تحاول تكون مثالي ما بتكون مثالي، ابدأ ويا البداية بتتصلح عندك وايد من الأمور. ومن الأخطاء إذا كان فيه في الطريق شوية أخطاء وعثرات بيتعلم أكيد وبيوصل لهدفه. والشباب الحين يحتاجون مثل، لأن أغلبهم في المرحلة الجامعية وبعد ما خلص تحس إنه يعني ما يعرف هو وين أو بالضبط. ما يعرف إذا وصل للهدف ولا ما وصل، أو حتى لو ممكن محقق نجاحات وإنجازات لكن ما يشعر فيها بالضبط. فيكون متلخبط شوية متشتت. بالضبط هذا الكلام متشتت. وبعدين الأغلب يمشي ويا الناس اللي حواليه. صحيح. يعني خاصة اللي خلص الثانوية اللي عارف هدفه بالضبط يروح له على طول، حتى أحيانا يوصل الهدف اللي يبغاه لكن يوصل يعني يوصل لمرحلة ما يعرف هو وين. وخلينا يعني هذا السؤال يوصل لمنى أستاذة منى. أحيانا فعلا الشباب يعني نحن الشباب محتاجين الأمور هذه. نحن الشباب انتي ما شاء الله الكبيره وايد لا سرها على فكره دوم لا. فهل اختياركم يعني هذا الموضوع كان على هدف معين ان فعلا الشباب اليوم محتاجين المحاضرات هذه والنوعيه هذه من المحاضرات؟ هو فعلا، لان حتى انا كنت اقول قبل ان لما نبدي اي محاضره او اي فعاليه لازم نركز على ان نغذي عقول الشباب، لأن صح الشباب محتاجين ترفيه ومحتاجين المتعة وهكذا، لكن تغذية العقول عفوا أهم شيء، أن إذا غذينا العقول معناته أن نحن نقدر نسوي شيء ثاني وننجز شيء ثاني. صح. وبعدين في شيء نقطة مهمة أستاذة مروان اللي هو أن نحن شو نبغى نوصل، شو نبغى نكون، وبعد ما نوصل هل نحن راضين باللي نحن واصلين له؟ لأن في ناس عندهم هدف ويوصل للهدف اللي كان مخطط له لكن هو مش راضي، يعني ما نعرف وين هي، مربوطة في القناعة ولا مربوطة في الهدف اللي يبغي يوصل له ولا وين. غالبا هدفه غلط. هدفه غلط؟ هدفه غلط. ليش؟ تسلل. لأنه وصل تسلل، وصل لي يعني بعد مرحلة تعب وصل لي الهدف اللي هو حاطنه. زين أنت وصلت ومش راضي شو معناته؟ معناته أنت هدفك غلط، أو أنت يعني أوكي فنان أنك خططت للهدف هذا. وهذا يقودنا يعني لنقطة ثانية، إن نحن أوردي فنانين في وضع الخطة. صحيح. يعني ما شاء الله عندنا تخطيط ناجح، نحط الخطة وكذا، ومتى نحن نحط الخطة للخطة السنوية تكون جاهزة في تاريخ 1/1 بداية السنة. الواحد يقعد يسوي خطته. أنت تبدأ تسوي خطة. أنت في ناس يقولون عندي خطة خماسية، أحس إنها قاعد يعني يجذب علي، وين خطة خماسية؟
أنا اللي هي خمس سنوات أنا ما أعرف شو أسوي خلال الأسبوع. شوفي عنا اثنين شباب والحين المفروض نحن نتكلم. نرد لموضوعنا منى، خبرينا شو كيف تختارون المواضيع اللي تطرحونها؟ مثل ما قلت قبل ان نحن نشوف شو الاحتياجات اللي يحتاجونها شباب الاماره وفي نفس الوقت شباب الامارات بشكل عام. فكان من الاحتياجات ان في بعضهم يقولون نحن نبى ترفيه، في بعضهم يقولون نحن نبى محاضرات تطوير الذات، في بعضهم مثلا حابين مجال التصوير ومحتاجين محاضرات او ورش للمجال التصوير او للتصوير يعني. فمثل ما قلت ان نحرص على الاشياء اللي هم يبونها، يعني الاحتياجات اللي هم محتاجينها على اساس نوفرها. في يعني اقبال؟ لقيتوا اقبال من الشباب؟ اهتمام هي بالنسبة لأول ورشة يعني ما شاء الله كان عددهم 52. الأعمار بين كم وكم تقريبا؟ تقريبا هي تقريبا ما بين ما أقول 18، يقولي من 20 لين 30. وكان في بعد وحدة كبيرة أنا هاي يعني توك أنت أبغى أتكلم عنها. نتكلم أنا بس خلونا نشوف الفيديو مع بعض. يلا تفضل. اللي راح نعرضها على الشاشة نشوف الفيديو. إننا ننتظر من الشباب ما لم ننتظره من الآخرين، ونأمل من هذا الشباب أن يقدموا إنجازات كبرى وخدمات عظيمة تجعل هذا الوطن دولة حديثة. في زحمة الحياة تعترضنا وايد من الأمور، نخطط حق وايد أشياء، نحاول أن نجرب وايد تجارب في حياتنا، وأحياناً نفشل وأحياناً نكمل. وايد كنا نسمع يا أخي خليك إيجابي، خليك إيجابية. كيف أستوي إيجابي الحين؟ عيشوا الموقف بسلبيته، عيشوا، لكن لا يطول، حلوا الموضوع بسرعة، حلوا بسرعة وكملوا وابتسموا للحياة، خلوا المشاكل وراكم. أنا دائما الشيخ زايد لازم أذكره في آخر المرشد يسألني الدورات، لأنه هو المحفز رقم واحد حقي. حلوه الايجابيه اللي قلتها. شو رايك؟ تغيرت رايك عن اول؟ اوكي. الدوره الجايه اذا سويتوها خبروني اساسا انا سجل. انا بس كنت ابغى اعقب على كلام الاخت منى. جتنا وحده اعتقد من فلسطين. ام يمكن في الخمسينيات. يعني انا وجودها استغربت منه، بس هي كانت جايبه بنتها. بس كانت طاقه مش طبيعيه. اعطتني انا دافع. فكنت وهي استاذنت قبل نهايه الورشه، بس قالت لي يعطيك العافية أنا وايد تغيرت عندي أشياء. أنا داخلي شوي بصيح، يعني تعرف يوم تأثر على شخص كبير في السن. صح. دائما الكبار يقولون خلاص راحت علينا، راح العمر. أم حذيفة كانت غير، يعني بالفعل أعطتني طاقة مش طبيعية. جميل. هذا شيء. الشيء الثاني، دائما في الورش التدريبية أو المحاضرات أو الإيفنتات بشكل عام تشوف العنصر النساء او البنات بشكل اكثر عن الشباب. الشباب مكبرين رؤوسهم. الشباب مشكله كان مطر، يعني وانا جاي انا كنت بغير رايي، بقول بسير البر على طول كلنا، حتى لو ما يروح البر بس يغير رايي. يغير رايي، بس اللي لاحظته في الشباب اللي كانوا موجودين، مع انه كان عددهم اقل من البنات، بس كانوا مركزين. يوم سبت والجو حلو، شو اللي جاي منهم؟ يا يبى يستفيد، يبى يسمع شيء، لأن يوسف موجود لازم يحضرون. الله يعزك، بالعكس طال عمرك المجلس خير وبركة ما يحتاج. هذا منى، تطلعاتكم الجاية إن شاء الله والدورات اللي راح تنظمونها والفعاليات اللي راح تقومون فيها إن شاء الله. إن شاء الله في الحين نشتغل على فعالية أو عفوا ورشة راح تكون يوم السبت وبتكون خاصة للتصوير. أنا الحين سويت إعلان عنها يعني. لا تفضلي. متى الموعد عشان أنا مروة إن شاء الله. بس اللي حابين التصوير ممكن يكونون في الورشة بعد يعني. بس مو نعرف نصور أنا مروة. الصراحة أنا ما أعرف أصور، بس ممكن في الورشة بتعلم. تعال تسلل أمورك بتمشي. بتعلم إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لك أستاذ يوسف النعيمي مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات. شكرا لكم الأستاذة منى إسماعيل عضو مجلس أم القوين للشباب، شكرا لكم نورتوا. شكرا لكم ما قصرتوا، ودائما احنا نقول كلمة، كن صاحب أثر واترك بصمة في قلوب البشر. يا سلام، إن شاء الله. شكرا لك، أعطيكم بصمة جميلة منى. شو بتقولي؟ أنا جاهزة يعني بقول الكلمة. نفس الكلمة. لأن أنا في جملة دائما أنهيها في وقت الإلقاء أو أي تدريب عندي، أقول أن الشيخ زايد رحمة الله عليه دائما كان يوصينا في الإمارات ويقولنا أن الإمارات هي أمكم،
فبالضبط مثل الأم اللي عايشة معاكم في البيت، كيف أنتوا تبرونها وتوفون فيها وتخلصون لجلها، نفس الشيء الإمارات. صحيح. وأيضا الشيخ محمد بن زايد كان يقولنا أن أخلاقكم، فأي مكان تكونون فيه حرصوا على مسمع يا زايد. صحيح. ويكون في المكان الصح والوقت الصح. جميل. صحيح. شكرا لكم يوسف ومنى، نورتونا اليوم في استوديو 7 على 7. والحين مشاهدين بنروح فاصل سريع ورادي لكم، خلكم ويانا. يا مرحبا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. مروة، تحبين الفضاء والنجوم؟ أكيد، منو ما يحبها؟ لأنك أنت موجودة وياهم فوق. شكرا. طبعا في مخيم الربيع 9 لعلوم الفضاء والفلك اللي أطلقتها أكاديمية الشارجة لعلوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الشارجة. يا مروان، بنتعرف أكثر على هذا الموضوع أكيد مع الأستاذ عمرو الأنصاري، مرشد علمي في أكاديمية الشارجة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. هلا، مرحب فيك، نورت. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء النور. خبرنا المشاهدين كلهم، أهلا وسهلا. يا هلا فيك، نورتنا. خبرنا عن محتوى المخيم أكثر. مثل ما حضرتك ذكرتي أنه هذا المخيم 9 ليس الأول من نوعه، يستهدف الطلاب ما قبل المرحلة الجامعية. هدفه الحقيقة هناك أهداف كثيرة جدا، هدفه أنه يكون هناك معرفة، يكون هناك تعلم، يكون هناك وعي، نعطي للمشاركين المفاتيح الأساسية لفهم الكون وعمله والتفكير العلمي والنقد. نعم. من أجل التنقيح، لأنه نحن الآن نعيش عصر مفتوح في التكنولوجيا. صحيح. وتداول المعلومات، هناك أخبار كثيرة قد يشاهدها البعض أو يراها البعض، أنه هناك مثلا نيزك يقترب من الأرض، ناس دوم أطلقت في تحذيرات على اليوتيوب ومواقع التواصل. تدرين يعني سبحان الله أستاذ وأستاذة مروة، حتى علم الفضاء يعني مشوق الواحد العادي. صحيح. مش المتخصص فيه ولا حتى اللي ناوي يروح مرحلة يعني يدخل هذا التخصص في الجامعة، نحن كأشخاص عاديين. صح. لما نقعد ونقرأ عن علم الفضاء ولا نقرأ عن النجوم ولا، فتحس انك انت تندمج. صح. وتذلك مودك اكاديميه الشارقه لعلوم الفضاء وتكنولوجيا الفلك تفتح ابوابها للجميع، ليست فقط نعمل المخيمات، نقوم بتنظيمها وادارتها لطلاب ما قبل المرحله الجامعيه، لكن ايضا الاكاديميه تفتح ابوابها للجمهور العادي من اجل المعرفه. الناس لديها اسئله كثيره جدا، هناك مثلا الحدث الاخير تصوير الثقب الاسود وما الى ذلك، اشغلت العالم كله. طبيعي طبعا، ولا حتى الان لذلك هناك اسئله كثيره. المراهقه اللي اكتشفت الشيء ولا ابتكرت الشيء هذا، يعني من التيم، من الفريق الكبير، اكثر من 200 عالم اشتغلوا مع بعض على هذا النموذج، لكن كان لابد من شيء سوبر كمبيوتر يكون هناك ترجمة لهذه المعلومات. نعم. لم يكن هذا النوع من الكمبيوترات موجود. هذه المعادلات الضخمة والداتا الكبيرة جدا، كيف نعالجها ونخرج بها داتا، كان غير موجود. هذه طالبة أو يعني فتاة مثل ما ذكرت هي التي قامت بهذا الابتكار. نحن نساعد الطلاب على الابتكار، هدفنا. نعم. هدفكم اليوم أنكم تشجعون الشباب والمراهقين على أنهم يدخلون هذا المجال. هذا المجال، وأنهم يكتشفون هذا المجال، حتى أنهم ممكن يحبون هذا المجال ويتخصصون فيه في المرحلة الجامعية. لكن أنا عندي فضول أعرف، يعني هو مخيم، ولكن خبرنا أكثر عن الورش العمل، يعني شو يسوون الطلاب أو الشباب اللي بيزورونكم؟ نحن نتبع أسلوب معين في التعلم وتعليمهم. نحن نطرح أسئلة ثم نأخذ منهم الإجابة ونعلمهم كيف يجيبون على هذه الأسئلة من خلال الورش اللي هم يقومون بالضبط كده. هم يشتغلوا بإيديهم. فضولهم يطالع منها حلوة. هم يشتغلوا بإيديهم. مثلا كيف يبقى القمر الصناعي في مدار حول الأرض؟ لماذا لا يسقط هذا القمر الفضائي؟ كيف تنطلق الصواريخ إلى الفضاء؟ هذه الصواريخ الضخمة والكبيرة كيف تتحرك؟ حرب النجوم واقع طبعا. كيف تتحرك النجوم؟ لو أنت نظرت إلى السماء كيف تفرق بين نجم وكوكب؟ هذه تشبه الواحد قبل لا ينام وهو قاعد يشوف اليوتيوب، فجأة يطلع له فيديو ماذا تعرف عن حرب النجوم، فيروح يشوفه. أيوة. بعدين يطلع له معلومة ثانية يروح يشوفه يتشوق. فيعني يخليه هذا الشيء انه يتشوق ويتم يطالع. صحيح. نفس الشيء هذا الاسلوب حلو للشباب، انهم هم بروحهم يبذلون مجهودهم ويشوفون المعلومات. لكن هناك اشياء اساسيه هذا ما نركز عليه، لو تعلمها الناس وليس فقط الطلاب، لو تعلمها الناس يقدروا يشوفوا بمنتهى السهوله اي معلومه، يعرفوا ان هذه المعلومه صحيحه ام لا. هذا ما نركز عليه. نعم.
أما بالنسبة للورش أو المحتوى الخاص بالورش فالحقيقة نقدم أشياء كثيرة لأنه مجال الفضاء والفلك يعني كبير جدا، عالم واسع جدا، كبير جدا. فنحن كل مخيم نقوم به نختار بضعة مواضيع ثم نقوم بتدريسها أو مشاركة الطلاب فيها. نذكر على سبيل المثال للحصر أنه هناك مثلا التلسكوبات، أنواع التلسكوبات، كيف تقوم باستخدام تلسكوب، كيف تصنع تلسكوب بأدوات بسيطة جدا وتقوم بالرصد، رصد القمر أو رصد الأجرام القريبة منك. هذه مثلا ورشة. ورشة أخرى عن تطور النجوم، يعني ما الذي يعني بكلمة ناجم؟ عن ألوانهم نعم ألوان النجوم، لماذا تبدو نجوم أحيانا باللون الأحمر، نعم، أحيانا باللون الأزرق، هل هناك علاقة معها درجة الحرارة؟ نعلمهم الأسس الفيزيائية البسيطة اللي هي يبنى أو تبنى عليها المعلومة. مثلا آلية عمل الصواريخ، كيف تنطلق الصواريخ الفضاء، آلية وضع قمر صناعي، هل هناك سرعة معينة أن لابد أن يكون عليها يكون يدور بها القمر الصناعي أم لا. وهناك أيضا في هذا المخيم ما يميزه أنه بما أنه أكاديمية الشارقة تم تغيير المسمى إلى أكاديمية، قبل ذلك كانت مركز الشارقة للفضاء والفلك، الآن أصبحت أكاديمية بمعنى أن هناك جانب أكاديمي خاص تعليمي بالبحث العلمي، نعم، والتقنية الكبرى في هذا المجال فتح أبوابه مؤخرا من أجل البحث العلمي ودراسة الفضاء والفلك بشكل أعمق. هذا الجانب الآن الطلاب المشاركين قاموا باختبار هذه الأشياء، هناك معامل في الميتورايت مثلا أو النيازك، معامل في الكوبسات، معامل في الراديو أسترونومي، إلى جانب المرصد، المرصد الشارقة، فكل هذه الأشياء قاموا بدراستها في هذا المخيم. الأدوات أو الأجهزة المستخدمة لهم أن احنا نعرف أن في هذا العلم بالأخص هي تكون مكلفة وتكون كبيرة، صحيح. فكيف ممكن تقربون هذه الأجهزة في هذا المخيم والشباب يتعرفون عليها؟ هل في نماذج أو كيف ممكن أن الطالب يتعرف على هذه الأجهزة؟ أضرب لك مثال، الكل يعلم عن المذنبات، العلماء يقولون أنه المذنبات فيها المياه وهي قد تكون أصل الحياة على كوكب الأرض. نحن ندرس المذنبات من بعد، نعرف تكوينها وتركيبها من خلال أجهزة كثيرة جدا، نعم. لكن نحن في المخيم نجعل الطلاب يقومون بصنع مذنب حقيقي، نعم، بكامل أدواته، بالأدوات البسيطة، منجيب الرمل، منجيب الفحم، منجيب ثاني أكسيد الكربون اللي هو مجمد، منجيب الأشياء نفسها، نفس المكونات اللي في المذنب، ونقوم بتصنيعها. التلسكوب مثلا نقوم بتصنيع تلسكوب بسيط من أدوات بسيطة جدا. هناك أشياء أخرى على التحديات الكثيرة للفضاء، انخفاض الضغط الجوي، درجة حرارة الباردة، كيف نمثل هذه الأشياء للطلاب؟ أجهزة بسيطة غير مكلفة يقومون بدراستها بيديهم، بيعلموا هذه الأشياء. والشباب يحبون المجال هذا بعدها؟ طالما أن هناك عمل، من هي الفئات المستهدفة؟ أكيد، نعم، بالأعمار المستهدفة لهذا، نعم، المخيم. يعني هي ما قبل الجامعية طويلة، يعني عندك من المرحلة المتوسطة حتى المرحلة بالزبط الثانوية، بالزبط، حتى اللي تحت مرحلة متوسطة. فلن نقول من يعني 14 سنة لين 18 سنة. ومتى تكون هذه؟ هل تكون بشكل دوري أو يعني المخيم هذا يقام في نسختها التاسعة؟ فهل يعني أنتم مثلا كل سنويا من 9 سنوات تقيمون هذا المخيم؟ لا احنا فقط عمر المركز أو العمر الأكاديمية 3 سنوات ما شاء الله. هذا المخيم التاسع، فهذا المخيم التاسع. نحن لدينا مخيم صيفي، مخيم شتوي، مخيم ربيعي إلى الآن، وإن شاء الله في المستقبل نطور يكون فيها عندنا 4 مخيمات كل سنة. إذن المخيم موجود دائما، ولكن هو موجود مخيم ربيعي وصيفي وشتاء، صحيح؟ بالضبط، يعني الأبواب مفتوحة ما شاء الله المخيم، صحيح، دائما، صح، طيلة أيام السنة. جميل جدا، وأنا صراحة يعني هذا الشيء أشوفه جميل، وادعو حتى أولياء الأمور أنهم لما يودون أولادهم في هذا، صحيح، المكان أنهم يتعلمون، وهذا العلم يعني الكبير يكون عنده ميول انه يتعرف، فالولد الصغير لما يتاسس ويتعلم بشكل علمي وفي مكان اكاديمي مرموق العالم كلهم يقول لي اكاديميه الشارقه لعلوم الفضاء، فهذا الشيء يعني نحن ندعو في اولياء الامور انهم ما يفوتون الفرصه هذه. شيء انه اولياء الامور لهم مكان في الاكاديميه، هناك القبه الفلكيه، هذا المكان للجميع، يدخله الكبير والصغير، كل الفئات تدخل هناك. ينفعني اشارك؟ اي نعم، ينفعني انا اشارك طبعا في المخيم؟ انا بدعوكم، تفضلوا، انا بشارك في المخيم، تقدروا تيجوا سووا لي استثناء انا اكيد. جزاك الله خير.
فبدعو الناس من خلالكم انها تزور القبة الفلكية. هناك عروض شيقة جدا، الكل لابد ان يكون له يعني معرفة بالفضاء والفلك. التوجه العام لدولتنا الامارات العربية المتحدة ان يكون هناك وعي وادراك بتكنولوجيا الفضاء والفلك. ان شاء الله يعني خلال سنة سنرسل مسبار الامل الى الفضاء، ونحن دولة سباقة في هذا الامر، من اول الدول العربية الاولى اللي ارسلت في هذا المجال. يعني نريد ان نجلس على طاولة واحدة مع الدول اللي هي استكشفت المجرات وارسلت أقمار صناعية وهذه الأشياء. أستاذ عمر، أنا كان من يعني من خلصت الثانوية كان عندي حلم إني أنا أدرس علم الفلك أو الفضاء، بس سبحان الله ما دخلت. دخلت الإعلام. أحسن إني كنت موجود في التلفزيون يعني مع زميلتي مروة. أشكر. أستاذ عمر، أي كلمة أخيرة حاب أضيفها؟ أنا حابب أضيف فقط إنه يعني إحنا دائما عندنا هذا الشغف إنه نعطي للناس معلومات عن الفضاء والفلك. نريد أن نستقبل الناس، أي حد عنده أسئلة، أي حد عنده شغف بالفضاء وتكنولوجيا الفضاء، أي حد عايز يعرف أولاده بناته عن هذه التكنولوجيا، أهلا وسهلا، نستطيع أن نستقبلهم في أي وقت. صحيح، جميل. نورتنا أستاذ عمر، كل التوفيق لكم في المكيم. شو مخيم نقعت. أوكي يلا. أستاذ عمر الأنصاري، مرشد علمي في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نورتنا. الحين بنروح لانطلاق فعاليات مهرجان المسرح المدرسي في دورته العاشرة، نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة. تفضلي. وبالتعاون كان مع منطقة الفجيرة التعليمية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الله يحفظه ويرعاه، وبحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. خلنا نشوف التقرير هذا وياكم. يلا. صباح اليوم افتتحت الدورة العاشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، ونأمل خيرا في أن تكون هذه الدورة دورة متقدمة على سالفاتها، آملين أن تكون قفزة مهمة على ما تقدم من خطوات لتسع دورات خلت. وحقيقة ما قدم في الدورات التسع رصدناها رصدا جيدا، وكنا جزءا منها في لجان التحكيم وفي اللجان الفنية وفي اللجان المشرفة على عروضها بشكل عام. شهدنا فيها ولادة مواهب كبيرة أخذت مكانها في الحيز المسرحي الإماراتي، وكان لها دور مهم وحققت حضورا وإنجازا مهمين على صعيد محلي وعلى صعيد عربي أيضا في المهرجانات المسرحية العربية. ونعول كثيرا على هذه الدورة، خصوصا وإنها ابتدأت بعرض مسرحي نراه متقدما بالنسبة لعروض المسرح المدرسي في الفجيرة. حقيقة وهذه كلمة لا أجامل فيها أحدا ولا أحبي فيها أحدا ولا أقصد بها زلفة لأحد، ولكنني أقول ليس بفعل أيضا انتمائي إلى الفجيرة والعمل في هيئتها الثقافية المشرفة والمنتجة لهذا المهرجان والمنظمة له، ولكن أقول بصريح القول إن الفجيرة تزخر بالطاقات والمواهب المهمة، وسنراهم فراشات ملونة تدور في روح المسرح وعلى خشبته وتحت ضيائه، ونأمل أن تكون هذه الطاقات بنية واعدة لرفض المسرح الإماراتي بالمهم والأهم. وفي هذه الدورة عمدنا إلى خطوة مهمة جدا نعتقدها مبتدأ للعمل المهني العالي، وهي أن نشرك الطلبة في عمل اللجان الفنية وفي عمل التقنيات أيضا، هل لا يكون أدائهم وعطائهم محدودا بالتمثيل والإخراج والتأليف. تجاوزنا هذا الخط وعلينا أن نعبر إلى الضفة الأخرى، ضفة التقنيات، ونشرك الطلبة في هذا كما يكتسبوا خبرة وكأنها ورشة عمل تلد من رحم المهرجان. اخترنا العنوان حين تصفق الأحلام، اخترنا لأن يعني أن نحن متأكدين أن الأحلام يعني مردها بتصفق، وأن نحن يعني نحن موجودين في بلد اصلا يعني اوريدي احلامنا بتتحقق خلاص. يعني احنا موجودين في بلد يعني مع ما شاء الله يعني قيادتنا الرشيده، احنا مستحيل يعني في بلد ما يتحقق فيه اي حلم. يعني اوريدي نحن يعني شعب ما عندنا يعني ماشي في قاموسنا مستحيل، ان نحن ما نعرف المستحيل. فعرضنا الحالات النفسيه ان هذه يعني مثال على الحالات النفسيه اللي موجوده عندنا، واحنا نقدر يعني نحقق احلامنا. اخترناها يعني كاشياء رمزيه هي اصلا مش موجوده.
طبعا جميل جميل هذا فعلا الاحتفال إن حتى في المدارس طلاب المدارس إنهم يشاركون ويطلعون مواهبهم المسرحية حتى من هم في مرحلة الدراسة، فلما يكبرون يعني يكونوا متأسسين على رعاية وعلى شكل جميل ورائع. وكذلك هذا يعني في الفجيرة نحن متعودين أن الاهتمام يكون حتى من الأطفال اللي موجودين للمرحلة الدراسية اللي في المدارس حتى شباب اللي في الجامعة وما بعد الجامعة. صحيح. على فكرة عبد العزيز في ملتقى العود الأول في الفجيرة بيكون بعد كم من يوم بتاريخ 20 إن شاء الله يوم الجمعة تحت رعاية كريمة وحضور لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. طبعا وتأتي أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في إطار برامجها الفنية لكونها تشكل قيمة مضافة على خارطة الثقافة الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم. وما يميز ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود أن يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يستقطب أكثر من 30 عازف على آلة العود من مختلف الدول العربية، وهذا الموضوع اللي يسهم في ترك بصمة فنية متميزة. طبعا أيضا وينظم على هامش ملتقى الفجيرة الدولي للعود ومعرض لثلاثة من صناع العود في الوطن العربي والذين يمثلون مدارس فنية عريقة في هذه الصناعة. بدأت البروفات طبعا يا مروة مشاهدين الكرام الرسمية لهذا الملتقى اليوم، والتي راح تستمر إن شاء الله تعالى حتى بداية فعاليات الملتقى يوم الجمعة والسبت بتاريخ 19 و20 أبريل 2019، واللي راح يكون بمشيئة الله على مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في إمارة الفجيرة، وستكون الدعوة عامة لجميع الناس اللي موجودين، وهي دعوة عامة. نحن هنا من قناة الفجيرة ندعوهم أنهم يروحون ويشاركون في هذا الحفل الرائع أكيد. والأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي. صحيح. فهي دعوة ندعوها هنا نحن من قناة الفجيرة أنهم يروحون لهذا الملتقى الأول من نوعه. وسمعت خبر أنك أنت مشاركة وياهم. إن شاء الله بقدم الحفل إن شاء الله ملتقى العود الأول، والحين بنتابع ويا بعض الاستعدادات الأخيرة لهذا المنطقة في هذا التقرير. فكرتنا ان احنا نجمع اكتر من 30 عازف عود يكونوا من مختلف الدول العربية، يكونوا من مدارس مختلفة، وكمان آلة العود اللي معاهم نفسها مختلفة، صناعة مختلفة بأوتار مختلفة، شيء جدا 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 يدعو للفخر يعني. وكمان احنا عملنا فكرة تماما جديدة ان اول مرة اكتر من 30 عازف من مدارس مختلفة يعزفوا مع بعض. ده هدفنا، وان احنا نقدم شيء راقي، منتوج راقي للجمهور. وده برنامج الأكاديمية، وده دور الأكاديمية ان هي تصدر فن وتصدر ثقافة لإمارة الفجيرة والإمارات والعالم كله. يتميز هذا الملتقى انه بيجمع عازفين من مختلف الدول مختلف الثقافات. بتعرفي طبعا كل عازف كل فنان عنده بصمته وعنده روحه واسلوبه، فجميل جدا هذا العدد الكبير من آلة واحدة بتجمع يعني في عدد كبير من نفس الآلة، فهذا شيء يعني قل ما حدث في السابق. نتمنى انه نقدم شيء يليق بهذا الحدث الكبير، ومتابعين بالبروفات ان شاء الله. هلا اليوم في بروفتين وبكره نفس الشيء ليوم الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله بنقدم شيء جميل والله يوفقك. حلو العود،
فعلا على فكرة كان حلمي أنا أتعلم وأدرس طريقة العزف على العود، بس حسيت أنه وايد صعب. ليش وايد صعب؟ ولكن اليوم بكمل هذا الحلم و... إن شاء الله الأكاديمية موجودة وأبوابها مفتوحة أنك تروح تتعلمين. بس أنا أشوف هذا الحدث وايد حلو، أنا من الناس اللي يحبون يستمعون للعود إن شاء الله. وأحس أن العود في نوع جميل. نعم. فيوم الجمعة التاريخ 19 و20 يوم السبت تاريخ 20 صحيح. فهي فرصة أن كل الناس بتحضر صحيح لازم. الحفل هذا إن شاء الحفل الله. أنا ما راح أفوته لسببين، سبب أني أحب العود وسبب أني أنا أشوفك موجودة في الحفل إن شاء الله. إن شاء الله عبد العزيز تبدأين دوما طبعا، تعطوني الطاقة طبعا. إحنا كل التيم اللي موجود في التلفزيون وفي البرنامج راح يكون موجود وياك إن شاء الله. فاصل الحين بتنورون. يلا فاصل. فاصل للمشاهدين الكرام وبعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم من هذا الفاصل المشاهدين الكرام وحياكم الله يا مروة. طبعا قبل يومين او قبل الاسبوع الماضي يوم السبت كان عيد خورفكان كما اطلق سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويرعاه عضو المجلس الاعلى حاكم الشارجه. نعم، وبنتعرف اكثر عبد العزيز على هذا الموضوع عن تفاصيل طريق الشارقه وخورفكان مع ضيفنا في الاستديو الدكتور راشد عبيد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينه خورفكان. يا هلا ومرحب فيك. يا مرحبا بكم، جزاكم الله خير وشكرا على هالاستضافه. نورتنا. سعادتك نورتنا دكتور راشد خميس. مبروكين هذا الطريق، وكل عام خور من مدينة جمال وازدهار وحب وعطاء. يعني مدينة خورفكان مش جميلة بس بمناظرها وجبالها، حتى ناسها جميلين ورائعين وطيبين. وانتم أجمل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة نحن نعيش يعني أيام عيد، وكل سنة إن شاء الله بيكون عندنا عيد مثل ما يعني قال سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله. نحن حقيقة في البداية في دولة الإمارات الله أنعم علينا بحكومة رشيدة وحكام يحبوا شعبهم والشعب يحب هاي الحكام، فنحن حقيقة يعني حب متبادل ما بين القيادة وما بين الشعب. وهذا حقيقة يعني دليل استثمار حقيقة المواد أو هاي الثروات في سبيل البنية التحتية وبناء الإنسان وبناء حقيقة هذه المرافق الحيوية اللي مثلا يتمتع فيها المواطن ويتمتع فيها أيضا المقيم. فما يعني شاهدناه من إحياء للتراث ومن بناء حقيقة الطرق والشبكات الطرق على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وليس على مستوى إمارة الشارقة، فهاي طبعا تعتبر دولة الإمارات من الدول الأول في شبكة الطرق العالمية حقيقة اللي صحيح. تخدم المواطن والمقيم. فلو تحدثنا عن هذا الطريق الحيوي اللي سيدي صاحب السمو افتتحه في يوم السبت 13/4، حقيقة هذا الطريق الحيوي الذي كلف ميزانية إمارة الشارقة ما يقارب 6 مليار درهم. هذا الطريق اللي يتكون من 5 أنفاق ومن ضمنهم نفق حوالي مسافته حوالي تقريبا 3 كيلو، وهذا حقيقة يعني يعتبر أكبر نفق مسقوف في الشرق الأوسط. نعم. ومن ضمن الأنفاق الخمسة اللي موجودين طبعا اللي يصغرون مسافة. هذا الطريق حقيقة يخدمنا نحن كأبناء مدينة خورفكان ويخدم إمارة الشارقة وكل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. نحن حقيقة في الساحل الشرقي حتى كنا يعني على امتداد الساحل الشرقي كنا نعاني حتى نصل. نعم. إلى أبو ظبي ونصل إلى الشارقة أو دبي، كنا أول نمشي على من الفجيرة إلى وادي حام، من وادي حام إلى المسافي إلى الديل إلى ما ذلك، ونستغرق حقيقة ساعات طوال. نعم. يمكن لو قلت لكم ست ساعات يمكن احنا في البداية كنا نستغرق. بعدين سيدي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تكرم بشارع الشيخ خليفة. نعم. بن زايد. نعم. اللي نعم. يعني رسم البهجة والسرور واليوم حتى طريق. نعم. صدقت. حتى طريق مليحة بعد التوسعة. نعم. فأنت قلت كلمة حلوة دكتور في بداية اللقاء وفي بداية حديثك، ان نحن قادتنا قراب منا. نعم. وهو يعني هو شعور متبادل وحب متبادل بين الشعب وبين القيادة. نعم. فهذا هذا شيء اللي يشعرنا بالسعادة. يعني نحن قبل لا نحتاج شيء نشوفه متوفر. هذا صحيح. قبل لا نطلب شيء نشوفه موجود. الحمد لله، وهذا نعمة الله علينا أن أنعم علينا بهذا القيادة الرشيدة. نعم. فنحن كنا نعاني والآن هذا الطريق أصبح حقيقة يعني مصدر سعادة لنا، وسيفتح علينا حقيقة نحن في مدينة خورفكان والساحل الشرقي بشكل عام سيفتح علينا آفاق سياحية. نعم. يعني
الناس السواح يعني بيأتون لنا بفضل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا يعني آفاق استثمارية، ويكون هناك المستثمر اللي موجود في باقي الإمارات ممكن يأتي لنا نتيجة قرب هذا الطريق وقرب المسافة. كنا ناخذ حوالي ساعتين أول لدبي أو الشارقة بساعتين، الآن نحن بنقطع هذا الطريق بفضل الله في 45 دقيقة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ويعني مكرمة من سيدي صاحب السمو الله يحفظه إن شاء الله. خبرنا عن المشاريع اللي تم افتتاحها في هذا اليوم مع افتتاح هذا الشارع. رافق حقيقة في الجو الجميل الممطر في هذا اليوم الله يحفظ شيوخنا، افتتاح طبعا سيدي صاحب السمو وضع الحجر الأساس لل الأكاديمية البحرية، ثم النوافير الأربع اللي موجودة في مدخل خرفكان، ثم النصب التذكاري طبعا اللي مثلا يذكر أبناء خرفكان في الغزو البرتقالي طبعا اللي حصل في سنة 1705 تقريبا في هذا يعني أو 1705 تقريبا لا يحضرني التاريخ. أيضا سيدي افتتح طبعا اللي هو برج العدوان، وكذلك السوق القديم اللي طبعا والحصن ايضا وحصن خورفكان ايضا تم افتتاحه. وهذه الاشياء التراثيه اللي كانت حقيقه موجوده وربما يعني تم يعني مثلا اندثرت او ازالتها او شيء من القبيل، فاحياها سيدي صاحب السمو واحيا حقيقه يعني نفوسنا وقلوبنا ونفوس اهالي خورفكان، لانه التراث هذا موجود فيجب ان يحيي ايضا في الاجيال تعرف تراثها وتاريخها اللي كان موجود. لبيك خورفكان. نعم نعم. هذه كلمة جميلة جدا، ودوما نحن نقول خرفكان يعني هي مدينة الكل متفق على حبها وجماليتها صدق. ما عليها خلاف مع أحد، ومشاريع كيف ما ذكرتها مشاريع متنوعة وتلامس الثقافة أو تلامس الحس الثقافي، فهي رسالة لأبناء خرفكان وحتى لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أن نحن نقع على أرض أجدادنا وأبانا. نحن تاريخنا مش محصور خلال 20 أو 40 أو 50 أو 60 سنة، لا اليوم أنت ذكرت تقريبا ما يقارب عام 1700 أو 1500، أنا ما يحضرني الغزو البرتغالي اللي تم مقاومته، التاريخ اللي موجود اللي نحن موجودين فيه تاريخ مديد وعريض، أرض يعني نحن اليوم على أرض حتى الساحل الشرقي، أرض كبيرة ووسيعة جدا من أقدم مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة صحيح. وإلى تاريخ خرفكان تاريخ عميق وكبير يا مروة مشاهدين الكرام. اليوم المشاريع الثقافية والتاريخية اللي افتتحت في خرفكان شو هي الإضافة اللي راح تقدمها؟ أنا أقول لك اللي مش على المستوى المحلي السياحة الداخلية، لا هي حتى هذه السياحة أن الناس راح تيجي من برا تشوف الأماكن هذه وتزورها، لأنها فعلا أماكن تلامس التاريخ أو تلامس الشخص نفسه لما يروح يشوفها. نعم نعم أحسنت. طبعا أنا لما قلت في بداية الحديث أنه هذا الطريق سيفتح علينا يعني آفاق سياحية وسيذب يعني السياحة عندنا في مدينة خرفكان، أصبح السائح الآن لما يأتي إلى خرفكان سيذهب إلى أماكن سياحية موجودة. طبعا كان عندنا أول إحنا اللي هو معروف اللي هو الكورنيش، الآن الحمد لله السائح سيكون هناك، سيذهب إلى النوافير، سيذهب إلى النصب التذكاري، سيذهب إلى برج العدوان، سيذهب إلى السوق القديم، سيذهب إلى القصر يعني قصر الحصن، فهناك حقيقة يعني أماكن سياحية جميلة وسبل اللؤلؤية أيضا. ويعني تفضل كذلك لو سمحتوا لي بالإضافة، سيدي صاحب السمو لم يتوقف عند هذه المشاريع الكبيرة اللي افتتحها، إنما تفضل أيضا علينا بمشاريع مستقبلية، ومن ضمنها طبعا اللي صالة يعني يعني مثل ما تقول موقع رياضي أو صالة رياضية مدينة رياضية يعني. نعم وكذلك برج للساعة، برج الساعة. وكذلك جزا الله خير يعني صاحب السمو يعني هناك مشاريع حقيقة حيوية جدا سيتم إنشائها في المستقبل بمدينة خرفكان. هي فعلا اللي ذكرها برج الساعة اللي ذكرها سمو الحاكم، وكذلك المدينة الرياضية نعم لمدينة نعم. خرفكان، فهي مشاريع مباركة في مدينة جميلة ورائعة، وكذلك كورنيش الصبيحية أيضا اللي ما يربط ما بين منطقة اللؤلؤية والزبارة، وطبعا هذا كورنيش الصبيحية أيضا سيكون معلم من معالم سياحية طبعا في مدينة خرفكان. مباركين إن شاء الله. وشكرا لك سعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خرفكان، شكرا نورتنا. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. شكرا لك على المعلومات اللي زودتنا فيها. شكرا جزيلا جزاكم الله خير. الحين بنروح للإعلان عن تأسيس كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارجة بحضور الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام حكومة الشارقة الإلكترونية.
وقت. والأستاذ الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارجة يا مروة. نعم. وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور صالح توفيق البخيت المستشار الثقافي في سفارة مملكة البحرين. خلونا نشوف ويا بعض هذا التقرير. نحن نتطلع أن نساهم في التنمية الشاملة التي يعني موجودة في دولة الإمارات من خلال خلق هذه الأجيال المتمكنة في مجال التكنولوجيا العارفة التي ممكن أن تبدع وتبتكر. مثل ما أنت تعرفين أن هذا القطاع أو هذا التخصص يركز بشكل كبير على الإبداع والابتكار. جامعة الشارقة تحتفل اليوم بالإعلان عن كلية الحوسبة والمعلوماتية، وهذه الكلية هي كلية فريدة في نوعها، بحيث أن هذه الكلية تعنى بالتطبيقات الحاسوبية المختلفة والتي تتواكب مع الطفرات الحديثة في علوم الحاسوب وفي هندسة الحاسوب، وكذلك في تغيير الطرق التعليمية، وكذلك جمع جميع الكليات والتخصصات في هندسة الحاسوب وفي علوم الحاسوب. وهذه الكلية تتماشى مع التطورات الحديثة في علوم الحاسوب وفي التطبيقات الكثيرة التي تجري في حياتنا اليومية. بدءا من اليوم سنعلن طبعا الطلبة القدماء اللي موجودين الآن يكملوا في التخصص تاعهم، وفي سبتمبر عن قريب نعلن، وفي سبتمبر نبدأ بالطلبة جدد في عدة تخصصات. عندنا تخصصات باشلر وماستر ودكتوراه في هذه في متعلقة بهندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال. واليوم عندنا افتتاح كلية جديدة للحوسبة والكمبيوتر. طبعا الكلية كانت زمان مرتبطة مع كلية الكهرباء، بس اليوم انفصلت لأنه تحديات اليوم وسوق العمل تتطلب أنه يكون في ديبارتمنت منفصل للارتفيشال انتليجنس والروبوتكس ديبارتمنت. أكيد مثل ما حكيت هذا الشيء رح يواكب سوق العمل ورح يعطي فرص أكثر لطلاب المستقبل أنهم يواكبوا التطور اللي عم بيصير برا، سواء بالإنتليجنس ديبارتمنت أو بالروبوتكس فيلد. وأنا من يعني أنا طالب ماستر وبدعو للطلاب اللي عم بيفكروا هلأ عم بفوتوا جامعات يلتحقوا بهالديبارتمنت. من جامعة الشارجة للحوسبة بنروح لفريق الفجيرة لصيد الأسماك، يشارك في بطولة العالم بكوستاريكا خلال الفترة ما بين 28 أبريل الجاري وحتى 3 من مايو المقبل بتواجد أكثر من 46 دولة. طبعا يا مروة الجدير بالذكر أن الدولة العربية الوحيدة اللي تشارك في هذا المسابقة، ونحن محظوظين يعني بهذا الدعم اللي قاعد نشوفه وهذا التشريف اللي تقوم فيه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. عشان نعرف تفاصيل أكثر عن هذه البطولة اسمحوا لنا نرحب بالأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا ومرحبا. موفقين خير إن شاء الله. خذونا وياكم كوستاريكا. حياكم الله. أستاذ أحمد لو ترمسنا نبذة عن بطولة العالم صيد الأسماك بكوستاريكا 2019. هي البطولة طال عمرك هي سنوية تنظم في كوستاريكا، وطبعا السنة في احتفال بيكون عندهم
بمرور 25 سنة اليوبيل الفضي للاي جي اف اللي هي الجمعية الدولية لصيد الأسماك. فهما السنوين نظمنا في كوستاريكا وسابقا كانت تنظم في دول أخرى، ولكن احنا صار لنا 6 سنوات على التوالي احنا ننظم الجولة التأهيلية للمشاركة في هذه البطولة. ما شاء الله تصفيات يعني. احنا الوحيدين على مستوى الشرق الأوسط عندنا سنويا جولة تحت طبعا راية كريمة من سيدي صاحب من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، سنويا تنظم في إمارة الفجيرة، واحنا النادي الوحيد على مستوى الدولة او مستوى نقول الشرق الأوسط عندنا عضوية في جمعية دولية لصيد الأسماك. بما عندنا عضوية احنا بامكاننا نأهل فريق يشارك باسم الفجيرة باسم الدولة في كوستاريكا، والسنة الجاية ان شاء الله بتكون يمكن في بلد ثاني والله اعلم ان شاء الله. ان شاء الله نجيبهم عندنا. والله احنا عرضنا عليهم على اساس ليش ما يكون عندنا الفجيرة. على فكرة الفجيرة الحمد لله بفضل الله وفضل البطولات اللي نعملها وجدت فجيرة على الخارطة العالمية لصيد الاسماك. يعني اكبر كميات المارلين والسيلفيش والاسماك الاحجام فعلا كبيرة اصطادت في بحرنا وفي الخليج. على فكرة انا مرة اصطدت في بحر الفجيرة سمك الباركودا. الباركودا 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 مثل ما خبرتينا كيف تروحين كذا نحن موجودين والجماعة موجودين ما خبرتينا تروحين تصيدين. من احلى على فكرة من امتع الاشياء اللي فعلا جربتها هو صيد الاسماك. صيد الاسماك فيها متعة رهيبة فعلا. احنا عندنا في نوعية من الاسماك غير متوفرة في الخليج العربي صح لانها محيط. لان المحيط احنا محيط وخليج عمان، فهني لا تنسى المحيط فيه اسماك واعماق غير عندنا الاسماك السيلفيش. والاخر بطوله كانوا صادوا سمكه 270 كيلو ما شاء الله. ف 270 كيلو هذه يعني صراحه حتى في كوستاريكا ما عندهم الوزن هذا، عندهم كميات اكثر. فمثل ما قلت لك احنا عرضنا عليهم ليش ما ننظم هنا في الفجيره البطوله هذه، ولكن للاسف الشديد التوقيت بالنسبه لهم دائما من شهر 4 لشهر 5، فالوقت هذا احنا الاسماك غير يعني ما تكون في المرحله متوفره. احنا دائما صيدنا نعمله من نهايه اكتوبر مع بدايه نوفمبر، والبطوله القادمه ان شاء الله عندنا في من 30 اكتوبر لغايه 2 نوفمبر القادم ان شاء الله تعالى. ومره ثانيه اكيد تحت رعاية سيد ولي العهد، والبطولة هذه السنة السابعة تكون على التوالي. نعم أستاذ أحمد، شو أهمية هذه البطولة مقارنة ببقية البطولات الموجودين في الدولة؟ هي البطولات الدولية لها ميزة. احنا بطولات عندنا بطولة العالم للزوارق السريعة، وعندنا بطولة العالم للسباحة، لكل بطولة لها جمهورها ولها ناسها. أنت لو تشوف اللي يونا هني البطولة الفجيرة يونا من خارج الدولة. يعني العام الماضي جانا فريق من اليابان الشركة اللي تصنع المواد أو الأدوات الصيد، فيا قال أنا بشوف أنتوا كيف طريقة اللي استخدموها المعدات هذه، فجونا شاركوا معنا العام الماضي. زين البطولة هذه كيف يعني؟ إحنا ما عندنا خلفية، يمكن مروة تعرف لأن راح تصيد ما إحنا ما نعرف أكيد تعرف عن البطولة هذه، بس البطولة هي كيف يعني؟ على حجم السمك اللي يصطاد ولا على نوعه ولا على وزنه؟ لا هي تعرفين مروة ولا خلينا عمك عشان ما نزعل. لا هي طال عمرك البطولة اللي مدة 3 أيام. اليوم الأول هو تسجيل و يعني تعارف واستقبال المشاركين. نعم. 3 أيام الصيد اللي هو يبتدي بيوم الخميس والجمعة والسبت. نعم. يوميا يطلعون الساعة 6 الفجر. نعم. أو الصباح، ويرجعون الساعة 4 ونص إلى 4. الفجر وقت الفجر. وقت الفجر في أسماك. وقت الغروب في أسماك. السؤال الحين هو سمك يكون نايم صح؟ لا بهذا الفجر لا وقت الفجر الصبح في الليل ينام. لا فعلا السمك ينام بلا تعرف يصيد شو صيده يا سمك يصيد شنو يعني عندها خبره من ورانا تروح تصيد السمك ما ينام؟ لا ما ينام. كيف ما ينام؟ لا ما ينام السمك مو بنومنا احنا السمك مو بنومنا، ولكن هو يرتاح يعني ما يسبح. لا والهدف يتم ثابت في البحر شيء يروح مع لا ويقوم الفجر يعني على مع الفجر يصلي ويرد. هاي معلومة جديدة. ليش يطلعون مع صلاة الفجر؟ على اساس السمك بالليل يوعان، اول ما يجي الصبح لما يحصل اكل وطعم يروح ياكل الصيد.
أستاذ أحمد، فعلاً أنا شفت فيديو يقولون فيه المعلومة أن السمك ينام. ينام بس ما ينام نومنا إحنا. لا مو بنومنا نحن، ولكن نوضح للمشاهدين أن فعلاً استفز فضولكم الحين، تشوفوا على اليوتيوب كيف طريقة نوم السمك أو الراحة عند السمك. ممكن يرتاح السمك يرتاح أكيد يعني المعلومة. نحن بنرجع لسؤالنا اللي هو كيف نحن ممكن نشوف يا زين النتائج قصدي. تفضل قولي كيف ممكن احنا ثلاث ايام مثل ما قلت لك، الطلوع الساعة 6 او 5 ونص يعتمد على طلوع الشمس. نعم. قبل طلوع الشمس انطلاقه ويرجعون الساعة 4 ونص. فكل يوم اللي الصيد اللي يجيبونه مثلا انواع، في عندنا السيلفش لها نقاط 800 نقطة للصيد، والصيد ممنوع يجيبه معاه، يصور فيديو. نعم. موثق ونشوف الفيديو نعتمد نعطيه 800 نقطة. ممتاز. وفي التونة مثلا 400 نقطة 200 نقطة حسب النقاط، يجمع لمدة ثلاثة أيام النقاط. ممكن واحد أول يوم ما صاد شيء لكن يوم ثاني يصيد، يوم الثالث يصيد، فمنهم يعني يحالف الحظ صاد يوم الأخير مثلا ويطلع الأول. نصيب رزق حسب النقاط. أستاذ أحمد بنروح ويا بعض نستعرض هذا الفيديو وبنرد نكمل اللقاء إن شاء الله. أستاذ أحمد، هنا السمك أنتوا صدتوه؟ نعم. ما صورتوا؟ ممكن إحنا إذا بقى شوية نشويه اليوم وناكله؟ لا، إحنا السمك ما نعطي لحد، اللي يصيد ناخذ السمك يوميا نبيعه والريعة يروح للجمعية الخيرية. ممتاز جميل. سنويا. فكرة جميلة يعني جدا. من 20-30 ألف سنويا إحنا نعطي. لو سمكة واحدة زين؟ نحن تصدقون فينا كذا؟ والله ليش لا، تعالوا. لا نبيع على فكرة في اللي كل طبعا هذه تعتبر مبادرة للجمعية الخيرية، وفي الحالة هذه أو في الطريقة هذه الكل ساهم في عمل الخير. نعم. نعم. طب تفضلي أستاذ. حبيت الفكرة جميلة جدا لأنها تعتبر نوع من نوع أنواع الرياضات شوي، ولكن في نفس الوقت ريعها يروح لأماكن خيرية، فهو عمل خيري وأيضا في نفس الوقت رياضة. رياضة. هي إحنا الفكرة على أساس نوصل هالمعلومة للأجيال. في إذا حط في الفيديو في أولاد يعني 7 سنوات 8 سنوات، حتى إحنا محطين فئة للأولاد وفئة للحريم على فكرة. ممتاز. للنساء في فئة الأول والثاني والثالث يعني من الفئة العمرية الأشبال والنساء، ونحاول ننمي هالرياضة في للجميع، والحمد لله سنة عن سنة في ازدياد. نادي الفجيرة راح ينظم أكثر من 3 جولات لمصابات صيد الأسماك، كنت ذكرتها سابقا. نعم. إن هي كانت 3 جولات أنتوا نظمتوها. إحنا في جولات محلية أو نسوي صيد محلي أو صيد محلي. بطولة
ليس دولية، أما هذه تعتبر بطولة دولية تأهيلية. تأهيلية لكوستاريكا. إلى كوستاريكا. نعم. نعم كوستاريكا. لو أستاذ أحمد نتكلم عن دعم تدوما، ذكرت في أكثر من مجال دعم سيدي ولي العهد الله يحفظه ويرعاه. في أكثر من ضيفي أمانة في مختلف المجالات الثقافية الاجتماعية الرياضية دوما يذكرون دعم ولي العهد المباشر، حتى ليلفت انتباهي أي ضيفي لما يذكر دعم ولي العهد ما يذكر الدعم المادي، لا يذكر الدعم المادي والتوجيهي والقرب المعنوي، المعنوي وقرب ولي سيدي ولي العهد، يعني حتى في الأمور البسيطة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في الجمعية أو الاجتماعية الثقافية، في كثير من المجالات حتى المجالات الرياضية في الرياضات الملاكمة وغيرهم، وأيضا الموسيقى. الموسيقى فدعم سيد ولي العهد يعني في كل المجالات وقربه، وحتى الدعم المعنوي. أنا أباك لو تكلمنا عن هذا الدعم. والله إحنا صراحة نعجز عن الشكر ونعجز عن نقول عن الدعم اللي قدمه سمو ولي العهد، دعمنا منذ تأسيس النادي. حتى احنا عندنا بطولة الشوش هي كأس الشيخ محمد بن حمد قبل لا يكون ولي العهد، يعني معانا من قبل ما يكون ولي العهد ربي يحفظه. ودعمنا وما شاء الله عليه شديد الملاحظة، في أشياء يلاحظ علينا احنا من لما نلاحظها، كل الناس يذكرون النقطة هذه يعني في مجال تخصصاتهم فيلاحظ أمور ويعطي مقترحات. صحيح. هي في صلب التخصص. نعم أنا حتى المستوى كنا نعمل بطولات الغوص، ويحب الغوص كان يحب الغوص، وكان نعمل بطولات في أعطانا توجيهات في أمور احنا كان صراحة غايبة عن بالنا، وحتى في أمور الصيد يعطينا توجيهات، وتوجيهات ما الحمد لله احنا ناخذ فيها ونستفيد من توجيهاته. نعم. وعندنا هي شقين، دعم مادي ودعم معنوي، هذه اللي يخلي كل الفعاليات في إمارة الفجيرة ولله الحمد بنجاح من الأفضل من الأحسن للأفضل. نعم. نعم. أستاذ من الأشياء اللي لاحظتها في إمارة الفجيرة عندهم ثقافة الرياضة موجودة عند أغلبية الشباب في إمارة الفجيرة، خبرنا عن مستقبل الرياضات في إمارة الفجيرة. احنا من ناحية الرياضات البحرية من خلال الدعم الكبير مرة ثانية من سمو ولي العهد أسسنا أكاديمية الفجيرة لتدريب الناشئين على زوارق سريعة. احنا الرياضات البحرية إن شاء الله تعالى بفضل الله ودعم سمو ولي العهد وتأسيس أكاديمية تعتني بشؤون الأشبال والأولاد من 6 سنوات ل 18 سنة، احنا نقول رياضة البحرية في إمارة الفجيرة بخير، وعندنا مستقبل إن شاء الله يعني أجيال بتكمل الرياضة هذه إلى العالمية. وإحنا وصلنا على فكرة الفريق العربي الوحيد اللي وصل يشارك في بطولة العالم للناشئين، وهذا اللي ذكرنا، والأكاديمية ذكرنا سابقا هذا، والأكاديمية الوحيدة نعم على مستوى الدول العربية، وأول أكاديمية على مستوى العالم معتمد من الاتحاد الدولي في إمارة الفجيرة، وهذا إنجاز طبعا لم يأتي من فراغ إلا بدعم من سمو ولي العهد. مبارك لكم هذه الإنجازات الكثيرة. شكرا لك الأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. بس سؤال أخير، السمك ينام هي ولا لا؟ السمك والله ينام؟ والله يتوقع ينام. خلاص أقنعتك. لا فعلا والله فعلا لا فعلا انت تتمسخر صح؟ لا الحين انا بعد نهايه الحلقه ما بقول، لا تقول تصبحوا على خير، لا ما بقول البحر وبغوص بشوف. فعلا مشاهدينا السمك يرتاح وينامون شوي، يعني تشوفوا نستفز فضولكم علشان تبحثون عن المعلومه تشوفوها على يوتيوب او على جوجل صح؟ جوجلت يلا. والحين انا بروح ما يعني بعد ان شاء الله مشاهدينا يلا شكرا لكم ونشوفكم على خير باكر إن شاء الله في أمان الله ورعايته. تصبحون على خير وسعادة. أكيد تصبحون على ألف خير مشاهدينا، ترينا باكر في نفس الموعد في أمان الله.